خلونا بقى اخد الاول نجمنا كابتن محمد صديق، بحكم ان كان ليه تجربه مشابهه. كابتن صديق كان احد نجوم خط الدفاع في نادي الزمالك وحقق بطولات مع الزمالك، ثم انتقل الى النادي الاهلي وايضا كان من نجوم خط الدفاع وحقق بطولات مع النادي الاهلي. خليني اعرف من الكابتن محمد صديق مشاعر اللعيب بتبقى عامله ازاي في التحول ده ما بين جمهور الزمالك وارتداء قميص الزمالك ثم الانتقال لنادي برضو كبير جماهير عظيم زي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي. كابتن صديق مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، مساء الفل عليك. وحشنا جدا، كل سنه وانت طيب. وانت كمان وحشنا جدا وانت طيب يا حبيبي. الله يخليك يا كابتن. كابتن صديق الاول، انت شايف صفقه امام عاشور ازاي من الناحيه الفنيه؟ لا يعني من الناحيه الفنيه طبعا هو مكسب لاي فريق مش النادي الاهلي بس، يعني امام من اللعيبه الممتازين، عنده مرونه تكتيكيه، يلعب في نص الملعب، يلعب جناح، لعب باك رايت على اخطر لعيب في السنغال اللي هو ساديو ماني في ماتش المنتخب. مظبوط، يعني هو مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي ولاي فريق يعني، فاهم؟ فاعتقد ان هو انت قلت حاجه مهمه جدا دلوقتي قبل المدخل انا كنت سامعها، الضريبه اللي هتدفع، هل هو مستعد ان هو يدفع الضريبه ديت ولا لا؟ يعني بمعنى ان النادي الاهلي فيه سيستم وفيه نظام وفيه ان انا اقفل ودني وان انا ما بقاش ودني مع الجماهير، مع طبعا مع الجماهير ومع الميديا هيتاثر بكده. الاجابه عند الامام نفسه. تمام، هو 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 اللي هو صاحب القرار، وزي ما قلت لك اللي بيلعب في النادي الاهلي وبيلعب في نادي الزمالك دايما بيبقى عنده ضريبه استاذ محمد لازم يدفعها، هي ضريبه الالتزام، ضريبه النظام، ضريبه ان هو يخش في الصف بتاع المؤسسه اللي رايحها دي، سواء مؤسسه مجلس اداره اللي بيحطها او الجهاز الفني اللي بيحطه. لكن لعيب بيروح نادي ما فيهوش نظام ما فيهوش التزام اكيد 100% بيطلع بره الصف وبتبقى عنده مشاكل بعد كده، هو سواء مع نادي او مع المنتخب يعني. كابتن صديق كان ليك تجربه مشابهه، انت لعبت في الزمالك وتالقت وكنت من اللاعبين البارزين جدا، وبعدين انتقلت للنادي الاهلي برضه وتالقت ولعبت كاس عالم للانديه وحققت بطولات وكنت من اللعيبه البارزه جدا. التحول ده اللعيب بيعمل معاه ايه وبيحس بيه ازاي وبيتغلب عليه ازاي؟ بص يا استاذ محمد، يمكن الوضع دلوقتي صعب، اصعب شويه. ليه؟ لان احنا مثلا انا وطارق لما رحنا النادي الاهلي، كابتن طارق سعيد وقتها كنت اسف، كنت انا وطارق سعيد، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه مواقع، ما كانش فيه بالكثافه الكبيره قوي دي، ما كانش فيه تيك توك، ما كانش فيه حاجات كتير يعني. في حاجات كتير دخلت في الـ في الـ في الكوره. اللعيبه دلوقتي بقى عندها صفحات وعندها ناس ماسكه الصفحات ديت وبينقل لهم كل صوره وكل كلمه وكل حاجه بتظهر في الميديا، ففي لعيبه ده متاثر وفي لعيبه ممكن ما تتاثرش. فاحنا وطارق بالنسبه لينا احنا او انا على المستوى الشخصي كان ما فيش ميديا، فكان كل همي ان انا انجح، اروح تمريني، اكون داخل في التشكيل الاساسي، بس كان هو ده همي ان انا اروح منتخب. لكن اللعيبه دلوقتي يعني الله يكون في عونهم بصراحه، يعني بالنسبه للصفحات سواء صفحات متعصبه او في لجان معينه مثلا بتخش تشتم في لعيبه ومعاه جمهور، والجمهور دلوقتي زي ما انت عارف يا استاذ محمد يعني اللي بيعمل الحاجات دي يعني ما يعني اللي هم ال 15 سنه وال 16 سنه وال 14 سنه ده يعني حاجه صعبه جدا، بيخش بعواطفه، بيخش يعني عواطفه هي اللي بتحركه. بالظبط، ما يعرفش بقى اللي خلى اللعيب ان هو يعمل كده، ان هو يمشي، ان هو يسيب النادي اللي هو فيه. انا ما بتكلمش عن نادي الزمالك، انا بتكلم بشكل عام. بتكلم بشكل عام. بالظبط. فدي طبعا حاجه صعبه جدا على اللعيبه بتاعت الايام ديت. فاتمنى ان انت زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي ان امام عاشور يقفل ودنه ويقفل كل حاجه ويخش في النظام. هل التكيف في منظومه الاهلي سهل؟ وايه اللي بتنصح بيه امام؟ واوضه اللبس في النادي الاهلي، يعني التكيف بيبقى سهل؟ بص اقول لحضرتك، يعني انا برضو النادي الاهلي لما بيجي يتعاقد مع لعيب اكيد ما بيتعاقدش مع لعيب صغير، يعني امام عاشور لعيب دولي رغم ان هو صغير في السن، لكن لعيب دولي، عارف هو رايح فين، عارف اوضه اللبس شكلها ايه، عارف النجوم الكبيره اللي احنا اللي هو رايح لهم. يعني لما رحت مثلا كان في الحضري وجمعه ومتعب وبركات وتريكا وفلافيو، يعني كان في نجوم كبيره جدا طبعا، كان في نجوم كبيره وكان في نجوم دوليين. هو مليون في الميه هو عارف هو داخل النادي الاهلي
وزي ما قلت لك اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي هو عارف الـ زي الترس كده، بيركب في الصف يلا يركب في الصف يعني، فاهم؟ فكل واحد بيخش النادي الاهلي او اللعيب الدولي اللي بيخش النادي الاهلي. وفي برضه مثال عندك مروان عطيه. مروان عطيه لما جه من الاتحاد السكندري تحس ان هو بيلعب في النادي الاهلي بقاله اكتر من 10 بس سنين. يمكن امام بحكم انه كان في الزمالك لغايه قريب، فشويه الضغوط بتبقى اكبر على اللعيب. ما اقصدش، انا بكلمك على الضغط النفسي والعصبي اللي بيقع على اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي او في النادي الزمالك. في لعيبه كتيره جدا جدا، لعيبه كويسه في مصر راحت النادي الاهلي ونادي الزمالك وما نجحوش. ما بتقدرش تتكيف على الضغوط دي. بالظبط. فدي انت زي ما قلت متوقع النجاح لامام سريع؟ سريع لا، لعيب على مستوى عالي في محمد، وزي ما قلت لك لعيب دولي، وزي ما قلت لك قبل كده النادي الاهلي مش هيختار اي لعيب اذا كان هو عارف ان اللعيب ده هيفيده 100%. يعني هل تصنف انها صفقه سوبر؟ امام عاشور سوبر، السوبر مش سوبر بس يعني. انا بقول لك يعني، سواء لما كان في الزمالك كان عامل فرق كبير جدا بعد رحيل سافي، وقدر ان هو يسد الفراغ اللي سابه سافي في نص الملعب. لسه من شويه كنت بقول كده، وخلى الجماهير يعني، امام خلى الجماهير تنسى ان هي فرجاني ساسي، تنسى حاجه اسمها سافي. مظبوط. وبقى معشوق الجماهير في نادي الزمالك هو امام عاشور في نص الملعب. مظبوط. لان لعيب عنده كل المؤهلات ان هي تاهله انه يلعب في نص الملعب. لعيب بيشوط بيمينه، لعيب بيشوط بشماله، لعيب بيلعب بدماغه كويس، لعيب بيروح ورا الهجمه بشكل كويس، بيأدي دور رقم 8 بشكل كويس جدا. لعيب دايما بيلعب بين الخطوط، ما بيلعبش لورا، ما بيلعبش بالعرض كتير، دايما لعبه ايجابي على الجون او على في الثلث الهجومي لزمايله اللي بيلعبوا الثلاثه اللي قدامه. لا فهو طبعا لا يعني حاجه جميله جدا ايمان يعني. كابتن محمد صديق انا بشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي قريبا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك نجمنا كابتن محمد صديق.